مرحبا، يعطيكم العافية. بداية، احنا الجروب تكون من انا الطالب محمد سيفان، ومع الطالب محمد الحافي وسارة ابو حمدة ببروجكت كيفن لينش واي فايندينج ذا سيتي جيم. وهلا راح يدخل محمد سامي يحكي لكم عن الجيمز بشكل عام وايش الكرايتيريا اللي بتستخدم بكل لعبة وكيف بيتم تصميمها. بداية حنحكي تعريف عن ايش هي الالعاب وايش الكرايتيريا المست ا جيم هاف، وبرضه كمان حنحكي عن انواع الالعاب بشكل عام باختلافها، وبنهاية بهذا الانترودكشن حنحكي هاو ار جيم ديزايند. بداية عن تعريف الالعاب، طبعا بالجيرمان لانجويج معنى اللعبة بشكل عام هي اي اكتيفيتي بتتمارس عشان البلجر، طبعا بدون اي شيء مسبق بيربس يكون له. طبعا هذا التعريف الديفينيشن هذا للجيمز بيشمل اي اكتيفيتي ذات برينجز بليجر، مثلا زي نقدر نحكي دانسينج او ميوزيكال انسترومنت، بلاينج ميوزيكال انسترومنت، او بنقدر نحكي مثلا بمسرحيه، فيديو جيمز، حتى الموديلينج نفسه. بالنسبه للكرايتيريا اللي بيتم استخدامها في كل لعبه، طبعا في ثلاث عناصر لازم يتواجدوا في كل لعبه عشان تقدر تشكل لعبه انت تقدر تلعبها وتكون فيها متعه لك. بداية لازم يكون لكل لعبة رولز، قواعد بحطها مصمم اللعبة على أساس أنه تكون اللعبة عادلة على كل الأطراف اللي بيلعبوها. تاني إشي طبعا لازم يكون في جول، طبعا الجول وظيفته في اللعبة أساس يكون في شغف للبمارس اللعبة أنه يقدر يكملها. وطبعا مدام موجود في جول لازم يرتبط فيه عنصر الكومبيتيشن، طبعا الكومبيتيشن بنخلق داخل الألعاب عشان يصير منافسة للناس اللي بتلعب جوا، فتضل الشغف الموجود في اللعبة موجود فيها وبرضه عم بيزداد بين المتنافسين بالأطراف اللي. طبعا بالنسبة لأنواع الألعاب، أنواع الألعاب بتنقسم لمختلف من الألعاب. في الألعاب اللي هي بتعتمد على الفيزيكال اكتيفيتيز زي الرياضات، طبعا الرياضات بتختلف في العالم وحسب الدولة إيش بتكون الرياضة المعروفة بالنسبة إلها. فمثلا عندنا دول بتمارس رياضة تعتبر رياضة وطنية زي البرازيل بنقدر نحكي كرة القدم، وفي أمريكا مثلا زي كرة السلة. طبعا النوع الثاني من الألعاب اللي هو البارتي جيمز، طبعا البارتي جيمز ألعاب اخترعها مجموعة من الناس إنه بيتفقوا على مجموعة من القواعد، طبعا على الأسس والكرايتيريا اللي تستخدم في الألعاب بشكل عام. تتمارس مثلا بايفنتس بتصير بين الناس، اعياد ميلاد الى اخره. في عنا التابل توب جيمز، التابل توب جيمز هي من الالعاب اللي كثير مشهوره خصوصا في الميدل ايست، بنقدر نحكي زي الزهر، الشده، وفي اشكال جديده لها طلعت. اخر نوع اللي هو حاليا الكثير دارج واغلب الشباب بشكل عام بيلعبوه اللي هو الفيديو جيمز. طبعا الفيديو جيمز هو مجموعه من الالعاب بتم تصميمها عن طريق برامج بيتم كتابتها بلغه الكودينج على برامج تصميم، وبيستخدم فيها جرافيكس، وطبعا تبنى على نفس الاساس على رولز وجولز وكومبيتيشن. بننتقل لاخر نقطه انه هاو ار جيم ديزايند. هسه بشكل عام الالعاب بلشت بشكل بسيط، ولكن حاليا الالعاب صارت معقده اكثر وصار فيها مجموعه من الاعدادات. طبعا اللعب بشكل عام ببلش بسيميوليشن او سيناريو اللي بيجيب اللي بيخلي اللاعب يرتبط بالشخصيات الموجوده في اللعبه. طبعا هاي الشخصيات والقصص الموجوده في اللعبه هي عباره عن كولابوريشن بيصير ما بين مجموعه من الارتست والرايترز والديزاينر والبروجرامرز. طبعا الالعاب هاي الايام صارت معتمده بشكل كبير على تقنيات مثل الهاي جرافيك والكاركتر موفمنت. بعد كل هاي العناصر بتيجي المشن تاعت الكمبيوتر اكسبرت بانه يجمع الشغل كله هذا عشان يقدر يعطينا فاينل برودكت للعبه. طبعا مبرمجين الالعاب بيكتبوا ملايين من الجمل التصميميه واللي احنا بنسميه بالكودينج اللي بتتحكم بحركه الشخصيات جوا اللعبه. وطبعا قبل ما تطلع اللعبه على السوق بتضل مرحله وحيده وهي تيستينج فيز اللي فيها بيجربوا اللعبه وبيعملوا الصيانه لفور اول بلجز اللي بتصير فيها في حال اذا وجدوا جواتها. اوكي، هون اور جيم ويل ستارت وذ كاتالوج جيم اليمنتس جيم ديسكريبشن جيم بروتوتايب، وبالنهايه عندنا الكونكلوجن. طبعا اول ما اللاعب يفتح الجيم راح يظهر له هذا اللوجو تبعت الجيم واللي هو مستوحينه من فكره اللعبه نفسها، واللي بتحكي سيف يور سيتي من العمد القديم، لانه انت راح تكون العمد الجديد وراح تحمي طبعا المدينه من الفساد اللي سببه العمد اللي قبلك. طبعا before you start the game توصلك مسج او نوتيفيكيشن بيكون فيها simple explanation of the Kevin Lynch theory،
وبتقول لك you must read it carefully to be able to save your city. طبعا زي ما حكيت الكتالوج فيه ثيوري تاعت كيفن لينش بتصميم المدن، واللي بتكون من 5 elements رئيسية حتعمل كهنت للاعب أو وسيلة مساعدة عشان يعرف يحل فيها الألغاز تبعت الجيم. طبعا ثيوري بتبلش بأول elements اللي هو الباث. Paths are the channels along which observers move, street, transit lines, canals, etc. ثاني إشي عندنا الإدجز. إدجز are linear elements that form boundaries between areas or linear breaks in continuity, shores, railways, guts, and walls. نكمل الكتالوج بثالث element واللي هو district. District are the medium to the large parts of the city which share the same characteristic style. رابع إشي عندي nodes. Nodes are strategic points in the city that the user can enter it, be directed to many destinations. It can be gathering places or intersection of paths or places of activities. آخر إشي عندي landmarks. Are physical elements with unique and special visual features that has a point specific location and can be identified from the distance. وهلا راح يدخل محمد سامي يحكي لكم عن elements الجيم اللي صممناها وتتعرفوا معها على طبيعتها وكيف تلعبوها. تمام. بالنسبة لعناصر اللعبة احنا اللي صممناها، طبعا لعبتنا بتتشكل من ثلاث عناصر رئيسية. بداية بالناريشن، طبعا الناريشن اللي احنا بنحكي فيها انه السيتي هاي اللي احنا صممناها وسميناها سيتي اكس، انها بتتعرض ل كانت تعرضت لظلم وفساد من العمدة القديم في المدينة، ونتيجة للفساد اللي صار والظلم اللي صار فيها صارت ظهرت فيها مجموعة من المشاكل في مناطق مختلفة من المدينة، وهي اللي هي مبنية على أساسها اللعبة. بالنسبة كمان إلى العنصر الثاني اللي هو البليسز الأماكن، طبعا كانت مرتبطة العناصر هاي بالعناصر الخمسة المذكورة في نظرية كيفن لينش. بالنسبة للشخصيات، حيكون اللاعب الرئيسي المين بلاير بيلعب بدور العمدة الجديد اللي هو حيحل المشاكل اللي انخلقت في المدينة هاي. وبالنسبة للشخصيات الثانوية الموجودة في اللعبة اللي هم ممكن يكونوا سكان المدينة والطواقم اللي حتساعد في حل المشاكل. بالنسبة لوصف اللعبة هسا، طبعا زي ما بنشوف قدامنا احنا على الخريطة الموجودة اللي اخترعناها هاي للعبتنا، العمدة الجديد حيبلش بانه ينتقل بين المراحل الخمسة هدول. طبعا كل مرحلة من المراحل الخمسة هذا بترتبط بعنصر من العناصر الموجودة في نظرية كيفن لينش. طبعا لازم يخلص كل ليفل في اللعبة عشان يقدر ينتقل للليفل اللي بعده. وطبعا نهاية لما يكتشف كل العناصر الموجودة في هاي المدينة بيقدر يحل كل المشاكل الموجودة داخلها. هسا في كل مرحلة العمدة حيساعد الطواقم المختصة في الصيانة، مثلا بنقدر نحكي زي شركة الكهرباء إذا كان في عندنا مجموعة من أعمدة الإنارة المعطلة، مثلا ممكن قسم الشرطة إذا كان في عملية سرقة لآخرة، على أنهم يكتشفوا الأماكن الموجودة فيها الضرر، وهاي الطواقم حتحل المشكلة. طبعا العمدة لما يوصل لكل ليفل حيحل ميستري أو أحجية، هاي الأحجية بتخليه يقدر يدل الطواقم هدول على الأماكن والمشاكل وين صارت موجودة في المدينة. طبعا برضو كمان طبيعة الأسئلة ونسقها وصعوبتها حتصير أصعب بين كل ليفل وليفل. اوكي، هلا انا راح احكي عن السجستد سيناريوز واللي هي السيناريوهات اللي راح تنعرض بكل مرحلة من مراحل اللعبة، وحيكون معها ميستري او لغز لازم يحله اللاعب عشان يعرف ينتقل للليفل اللي بعده زي ما شرح محمد قبل شوي. طبعا زي ما احنا شايفين احنا عارضين هلا سيناريوهين من سيناريوهات اللعبه، وراح توضح لكم كيف راح تكون طبيعه اللعبه. فالسيناريو الاول راح يكون على سبيل المثال يوجد عطل في احدى شوارع المدينه، عمدت الاناره لا تعمل من ايام، ساعدنا في ايجاد الشارع. اللغز راح يكون هو شارع مشهور في المدينة يسكنه الطبقة الارستقراطية من السكان وتستطيع التمتع فيه بالمأكولات الإيطالية فأين تكون تلك المنطقة. السيناريو الثاني راح يكون صدمة سفينة في إحدى مواني المدينة ويجب على رجال خفر السواحل إنقاذ الموقف، ساعدهم بالوصول إلى المنطقة بحل اللغز. اللغز راح يكون هو ميناء مشهور في المدينة يستطيع جميع السكان من الوصول إليه دون الحاجة إلى مواصلات عامة،
لقربه من المناطق السكنية فأين يكون؟ طبعا هاي الدايجرامز بتوضح كيف راح تكون طبيعة السيناريوهات زي ما احنا شايفين هون. بالنسبة لبروتوتايب اللعبة، طبعا احنا فكرنا باحتمالين للبروتوتايب اللي ممكن نستخدم فيها لعبتنا. طبعا بما ان احنا بنحكي عن عناصر عم ترتبط بالمدينة بشكل عام، ففكرنا انه ليش ما تكون مثلا هاي اللعبة انهم يستخدموها السياح بانهم يخلقوا سمبليفايد منتل ماب بتساعدهم انهم يعرفوا المدينة بشكل مبسط، او بالتفكير الثاني فكرنا انه ليش ما يستخدمها تستخدم في المدارس للصفوف الأولية. طبعا بتساعدهم على انهم يفهموا المحيط اللي بيصير حواليهم والموجود داخل المدينة اللي هم عايشين فيها. بالنسبة للكونكلوجن، آخر إشي، لما اللاعب يتم جميع المراحل الموجودة في اللعبة حيدخل بتجربة بصرية وذهنية، هاي بتساعده على التعرف على العناصر الموجودة في نظرية كيفن لينش بصورة يعني ممتعة، عن طريق انه يستخدم مؤثرات وفيجوالز. طبعا برضو هاي اللعبة بتشكل زي ما حكيت قبل خريطة ذهنية مبسطة لشكل المدينة، وعلى أساس هذا التصميم كان مبني على انه يطور القدرات اللاعب بالتحليل، وانه كيف يفكر مع كل ليفل، لانه كل ليفل قاعدة في اللعبة عم بتزيد صعوبته داخلها، ومهارات مفروض اللاعب عم تتطور ليفل بليفل. فنهاية لما بيقدر يحل كل الليفلات الموجودة في اللعبة هاي بيقدر يرسم صورة كاملة للعناصر الخمسة اللي بتتكون منها أي مدينة، ويقدر يفهم بشكل مبسط المدينة الموجود فيها أو المدينة اللي ممكن هو بده يروح عليها. وشكرا لكم، وهاي كانت آخر سلايد.